سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. احنا النهاردة في افتتاح الفرع التاني من محل سلسبيلة، اشهر محل كساتة في بورسعيد. كساتة سلسبيلة دي حلوى ايطالية ما يعرفهاش فعلا غير البورسعيدية. لكن دلوقتي الفرع الجديد فيه حاجات كتيرة جدا جديدة، في الرز بلبن بكل انواعه، بالمكسرات وبالقشطه، بكل انواع الرز بلبن، في الايس كريم بكل انواعه، الفروت سلطات، الفريش الطازه اللي بتتعمل قدامك برضو حلوه جدا. محل سلسبيله مشهور جدا في بورسعيد، لدرجه ان برنامج صاحبه السعاده بتاع الفنانه الكبيره اسعاد يونس استضافت صاحب المحل، وكانت حلقه حلوه جدا لان مميز جدا في كل الحاجات اللي بيقدمها. سلسبيلة الفرع الجديد موجود في محافظة بورسعيد، شارع رمسيس، قدام جامع صبح بالظبط. والفرع القديم طبعا غني عن التعريف في محافظة بورسعيد في شارع التلاتيني. السلام عليكم. مش حضرتك هيبان؟ ماشي تمام، اتفضل بقى. قولي كاسات. ماشي تمام. شايفين بقى المولتن كيك هنا؟ ماشي. كل ده حاجات جديدة، عايزين بس حد يجي يعرفنا عليها. الفواكه دي كلها بتتعمل فريش يا جماعه قدامكم، كل ده بيتعمل فريش قدامكم. كاسات سادة، يعني ممكن بنعمل عليها ده. دي القديمه يا جماعه اللي احنا عارفينها جدا من اول خالص عند السلسبيل العادي خالص. طب ايه الجديد بقى هنا؟ ممكن نعمل عليها فواكه، ميكس شوكليت. بنعمل عليها فواكه ميكس شوكليت، ميكس شوكليت. فور سيزون اربع عشرات والله على الكسرات. انا دلوقتي عامل لك فرصه. ماشي تمام. طيب يلا قدامنا على طول، كل حاجه قدامنا. بص خليك يوري. المعمل هنا اهو، كل حاجه بتتعمل قدامنا، كل حاجه بتتعمل مكان نظيف جدا، ومكان نظيف جدا. ده طبعا الكود بتاعهم، لو يعني تدخلوا على هنا علشان تدخلوا على الصفحه بتاعتهم على طول. دي الصفحه بتاعتهم على طول. كل الاصناف دي جديده يا جماعه، كل ده جديد، ده مش موجود في السلسبيله القديم. ماشي تمام. والوان السلسبيله القديم هو الاصل يعني، بس ده التطور بتاعه. يعني عايزين نقول ايه؟ سلسبيله في سوقيه جديد. ما شاء الله الله ما شاء الله، حلو قوي. شايفين بقى الشكل بتاعه؟ شايفين؟ طبعا سلسبيله مشهور جدا بالكثافه. دي بقى الاضافات الجديده اللي على الكاسات بتاعت السلسبيله. دي عامله كام بقى؟ دي عامله كام؟ الفرصة سيزون كام؟ 40 40 تمام. طب جميل، الله ينور. عرفني بقى حضرتك ايه الاصناف بقى اللي موجوده تحت؟ ايه هي نزلت؟ مولتن كيك. ايوه. اكلير. من اكلير. اسباسيتو. ايوه. اللي انت قلته بقى، قولوا بقى هنا كده. الستريتش ده عباره عن سبونج بيبقى ماسك ثلاث انواع لبن وعليه كريمه لباني. ده صنف جديد لسلسبيله. صنف جديد لسلسبيله ولا حضرتك اللي مخترع جديد؟ لا هو حاجه تركي. هو حاجه تركي. والله ده عامل كام ده؟ دوت عامل 30. 30؟ ماشي تمام حلو. يعني هو في تناول الناس، احنا عايزين الحاجات اللي هي في تناول الناس. ده ام علي دي ولا ايه؟ ايه دي؟ ام علي؟ ولا ام علي صح؟ ام علي مكلم، ام علي مكسرات. ام علي لوتس. ايوه اللي بحب بتاع يا جماعه ام علي، بحب ام علي وعشاء ام علي. جميل الله ينور. بتاعت التشيز كيك. التشيز كيك اهو شايفين؟ قولها هنا كده معلش. تشيز كيك سانس بستيا. ماشي كده تمام. ماشي. دي بقى؟ اه. ممكن معروفة. ماشي تمام.
كل الفواكه دي بقى بتتعمل قدامكم ايه؟ سلطه فواكه، كل ده بيتعمل فريش طازه. في طبقين هنا، انا عرفت ان في يعني طبقين، حاجه صغيره وحاجه كبيره، صح؟ صغير وكبير. اه مش تمام، ما شاء الله ينور. لا كل ده يا جماعه عند سلسبيله في محافظه بورسعيد شارع رمسيس قدام جامع صبح. تمام ماشي. الثلاجات بقى فيها ايه؟ انت هتيجي تقعدوا يا جماعه، عايزين تقعدوا تقعدوا، عايزين تاخدوا الحاجه تكويه بتاخدوها تكويه. خد تغسل ايدك، يعني اول مره بقى اشوف مكان، شايفين الخط تحت دي زي الفل، بتغسل ايدك قبل ما تمشي. تمام. طرط ايس كريم ده؟ طرط ايس كريم، طرط ايس كريم. اه ده ميني تورته، ميني تورته نوتس، ميني تورته فستق. عاملين كام اسعاره؟ اسعاره 60 و80. 60 و80. دي 60 واللي تحت ب 80. ودي يعني شوكليت ستيك بيستاشيو. اه ما شاء الله. دي بتبقى من جوه فيج شوكليت ومن بره فستق. كل ده انواع جديده. أيه. على سلسبيله. كل ده انواع جديده على سلسبيله. مكان تحفه والحاجه تحفه ما شاء الله، وكل اللي اكل من هنا عجبته جدا من الحاجه. تسلم ايدك يا شيخ بجد، كتر انت خيرك. شكرا. لسه الايس كريم بقى، الايس كريم برضه يا جماعه كل الانواع بسم الله ما شاء الله، يعني شكلهم في الباترينا بيفتح النفس، في الثلاجه كده فاتح النفس بصراحه. فستق، فستق، ايوه بندق، بندق، لوتس، لوتس، الليمون، الليمون، قهوه كوفي، قهوه كوفي. اه جنبي بتطلب كتير، شكلها خلصانه اهي. فراوله، فراوله، شوكولاتشيلي، شوكولاته وايت على شوكولاته دارك، ايوه تشيز كيك، فراوله وكراميل، زبادي توت، اوريو، مانجا، شوكولاته، فانيليا، وبابل جام. بكام بقى الكوبايه بتاعتكم؟ بكام؟ ولا بكام البسكوت؟ ب 15 و20. مش حلو، مش غير على كده. حضرتك بتفضل احلى نوع ايه؟ انا بحب الزبادي توت. بحب الزبادي توت والجولدش والله. اه قبل ما اجربه ان شاء الله. جربوا يا جماعه، هنا عايزه تاخدي كوبايه، بتاخدي عايزه تاخدي البسكوت بتاع نافورت شوكولاته برضه. دي ايه؟ نافورت شوكولاته. نافورت شوكولاته والله. قولي ده هيعمل ايه بقى؟ الله، ياخد البودا و يعني ياخد البولة كده ويجي منها من هنا كده. مطلع حلو قوي. دي عاملة كام دي؟ حزين هات كده بولة كده عاملة بشوكولاتة تحفة جديدة قوي دي. ده جديدة في بورسعيد كلها صح؟ حلو الفكرة دي. هنملى لكم بقى عملي بولة شوكولاتة يا جماعة تحفة بصراحة. الله ينور. فيد ليفر يا جماعة، فيد ليفر، فيد ليفر يا جماعة. سلسبيلة عايز بولة؟ اه بولة وعاملة بشوكولاتة. بسكوت على كوبايه. بسكوت ماشي. الشيف حازم اللي واقف على الايس كريم. اهلا وسهلا. وشك يبان؟ وشك يبان؟ ماشي. طب من هنا بقى. ماشي. الشيف حازم يا جماعه هو اللي واقف على الايس كريم بيظبط لنا اهو. بكام السلام البولا؟ كله 15 معانا. شايفين بقى يا جماعه نافوره الشوكولاته؟ اول مره اشوفها في بورسعيد بجد. نافوره الشوكولاته تحفه. الله ينور. تحفه تحفه. الله ينور. تسلم تسلم. ماشي شكرا. ماشي. قصدي على الرز واللبن. الرز واللبن يعني بيبقى موجود رز واللبن عادي وبيتحط عليه في فرز ولبن لوتس، في فستق، في نوتيلا، في مكسرات، وفي قشطه مكسرات. القشطه اللي بتبقى فيه اللي بتبقى موجوده في الكاسات، كاسات الكاستر. صح يا جماعه. جربوا الطبق ده هيعجبكم جدا. جربوا الطبق ده هيعجبكم جدا من عند سلسبيله. سلسبيله بصراحه كل اطباقه مميزه وحلوه جدا، الجديده والقديمه بصراحه تحفه تحفه. الله ينور يا شيف بجد. الله ينور. ده رز ولبن يا جماعه. رز اللبن بيتحضر لنا مخصوص يا جماعه. شايفين بقى بيتعمل ازاي؟ طبق تحفه بجد. جربوه هيعجبكم جدا جدا. شايفين كل المكسرات دي عليه؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله ينور. الله ينور. الرز واللبن بصراحة يا جماعة بيحبوا جدا جدا جدا. بعمل كام رز واللبن ده؟ هو عامل كام طبق رز واللبن ده؟ عامل كام؟ 40. حطينا عليه فواكه.
عشان المكان ده بقى للصور، اي حد بقى يجي يتصور هنا مكان تحفه. مكان تحفه. يا مكان فظيع يا فظيع فظيع بجد. الله ينور الله ينور الحبيب. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم.